السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي الاعزاء. اذا في الحصه ديال اليوم غادي نديروا نموذج من نماذج الموحد المحلي كيهم مستوى السادس ابتدائي. اذا غنشوفوا مكون الاجتماعيات. عندنا او ماده الاجتماعيات عندنا مكون التاريخ، اقرا الوثيقه جانبه واملا الجدول اسفل عبر تطبيق منهجيه المؤرخ. اذا غنقراو هذا النص اللي عندنا هنا او هذه الوثيقه وغادي نحاولوا نتبعوا منهجية المؤرخ باش نجاوبوا على هذه الأسئلة. إذا المؤرخ كيعرف بالأحداث ومن بعد كيفسرها، إذا نفس المنهجية اللي غنتبعوها حنا. إذا عاد الملك محمد الخامس إلى أرض الوطن يوم 16 نوفمبر 1955 ليعلن بذلك بداية أفول الاستعمار وبزوغ شمس الاستقلال. إذا أفول يعني غياب. وقد أدى نفي الملك محمد الخامس إلى انتشار سخط عارم وسط الشعب المغربي، واندلعت أحداث دموية في العديد من المدن والبوادي، وأمام هول وشراسة المقاومة لم يجد الفرنسيون بدا من الرضوخ لفكرة إعادة السلطان الشرعي سيدي محمد بن يوسف إلى بلده والعدول عن فكرة إبعاده عن العرش. إذا في التعريف بالحدث غادي نقلبوا على الحدث، أشنو الحدث اللي كيتضمنوا هذا النص، ثم زمن وقوع هذا الحدث ومكان وقوع هذا الحدث ولماذا وقع هذا الحدث. اذا هذا الحدث هو شنو هو؟ هو حدث عوده الملك محمد الخامس الى ارض الوطن. اذا الحدث هو عوده الملك محمد الخامس الى ارض الوطن. هذا هو الحدث اللي كيتحدث عليه النص. زمن وقوع الحدث امتى وقع؟ يوم 16، يعني يوم 16 نوفمبر 1955. مكان الحدث يعني مكان هو المغرب، يعني الأحداث وقعت في المغرب. ولماذا وقع هذا الحدث يعني هذا عودة الملك إلى أرض الوطن؟ علاش وقعت؟ بسبب السخط العارم الذي عاشه الشعب المغربي. إذا بسبب السخط العارم للشعب المغربي واندلاع أحداث دموية في العديد من المدن والبوادي. إذا هذا هو السبب، يعني وقعت واحد توتر داخلي كبير أدى إلى إعادة الملك إلى أرض الوطن. ثم السؤال الثاني، أين تم اكتشاف بقايا الإنسان العاقل التي يرجع عمرها إلى 300,000 سنة؟ إذا تم اكتشافها في جبل إيغود بالقرب من ليسوفيا وآسفي. إذا تم اكتشاف بقايا الإنسان العاقل التي يرجع عمرها إلى 300,000 سنة بجبل إيغود بالمغرب، نكتشفوا غير بالمغرب فقط. ثم السؤال رقم 3، أضع علامة في الخانة المناسبة. عندنا مجموعة من المعطيات غنشوفهم واش معطيات صحيحة أو خاطئة. يعتبر تدجين الإنسان للنار أعظم ما طبع العصر الحجري الحديث. إذا تدجين النار كان في العصر الحجري القديم، إذا خطأ، نديروا علامة خطأ. ساهم استعمال النار عند الانسان ما قبل او عند انسان ما قبل التاريخ في تحسين نظامه الغذائي، صحيح، يعني ولا كيطبخ الطعام بها. تميز العصر الحجري الحديث بالزراعه وتسجيل الحيوان والاستقرار في القرى، صحيح. اذا نديروا علامه هنا وعلامه هنا وعلامه هنا، غنكتبوا صحيح. اذا علامات، اذا ضع علامه، اذا هنا وهنا. تأسست مدينة فاس على يد إدريس بن عبد الله، صحيح. إذا غنديروا علامة صحيح. غنمروا الآن إلى الجغرافيا. أتمم النص التالي محددا توزيع قارات ومحيطات العالم الخمس. إذا هنا قارات ومحيطات العالم الخمس، إذا هنا ركزوا لنا على خمس. إذا تتشكل الكرة الأرضية غنديروا من خمس قارات وخمس من صفحة مقلوبة وخمس محيطات. إذا كاتب إنهما خمس، إذا غنديرو كنت مكتبة بالحروف، إذا هنا كتبوا خمس بالحروف من خمس
قارات وخمس محيطات. فالقارات هي هنا راه مادام هما كاتبين لنا خمس اذا نكملوا حنا على خمس. هما راه كاينين المراجل اللي دايرين فيهم ست قارات، كاينين اللي دايرين فيهم خمسه، وكاينين اللي واصلين فيهم كاع حتى لسبعه. كان على حسب اشنو قراونا الاساتذه ديالنا. كان تتشكل الكره الارضيه من خمس قارات وخمس محيطات. فالقارات هي افريقيا، اوروبا، امريكا، اسيا، والقارة المتجمدة الجنوبية. والمحيطات هي المحيط الأطلسي، المحيط الهادي، المحيط الهادي، المحيط الهندي، المحيط المتجمد الشمالي، والمحيط المتجمد الجنوبي. إذن هادو هما المحيطات اللي كاينين، المحيط الأطلسي، المحيط الهادي، المحيط الهندي، المحيط المتجمد الشمالي، والمحيط المتجمد الجنوبي. إذن نمر إلى الصفحة الموالية، عندنا واحد الفقرة غادي نكملوها. أتمم الفقرة التالية بما يناسب. إن موقع المغرب فريد من نوعه، إذ يعرف بكونه صلة وصل بين قارة إفريقيا وقارة أوروبا، يعني همزة وصل بين قارة إفريقيا وقارة أوروبا، حيث يفصلهم بينهما البحر الأبيض المتوسط. ثم عندنا حدد العبارات الصحيحة فيما يلي. يتوفر المغرب على ثلاث واجهات، خطأ، على واجهتين بحريتين. يتميز المغرب بمؤهلات طبيعية متنوعة، صحيح. تلعب الزراعة دورا مهما في اقتصاد المغرب، صحيح. ينتمي المغرب للنطاق المناخي المعتدل، صحيح. ثم غنمر للتربية المدنية. اعطي تعريف للقانون من خلال اتمام العبارات باستعمال الكلمات التالية، يعني هذه الكلمات اللي عندنا غادي نديرهم هنا في هذا المكان الفارغ او مكان النقط. القانون هو مجموعة من القواعد المكتوبة، القواعد المكتوبة التي تنظم سلوك الأفراد والجماعات، نلتزم بتطبيق القانون ونعاقب على مخالفته. ثم عندنا أضع علامة X أمام القاعدة التي لا تنتمي لقواعد ميثاق القسم. إذا نحن كنعرفوا أن ميثاق القسم كينظم العلاقات داخل القسم. إذا عدم تلويك الفصل بالأزبال، هذه قاعدة من قواعد القسم، يعني ما خصناش نلوك القسم بالأزبال. يجب على التلاميذ احترام قانون السير، إذا هذه ليست بقاعدة ديال ميثاق القسم، يعني قانون السير على برا ماشي لداخل، ماشي داخل القسم. على التلاميذ الانتباه اثناء الدرس، نعم قاعده كيتضمنها ميثاق القسم. اهمال الكتب والدفاتر، حتى هي قاعده، عدم اهمال الكتب والدفاتر. احنا ماشي اهمال هنا، ما عرفناش واش قصدوا بها، واش عدم اهمال الكتب والدفاتر حتى هي قاعده او اهمال. اذا غنديروا حتى هي نديروها مكتنسانيش، لانه هنا ما وضحش مزيان اهمال الكتب، بالنسبة لي انا ما وضحش لي مزيان اهمال الكتب والدفاتر. كنا ممكن نديرو عدم اهمال الكتب والدفاتر، اذا من قواعد القسم. واهمال الكتب والدفاتر يعني من قواعد، حتى هي من قواعد القسم، يعني ما خصناش نهملوهم. اهمال الكتب والدفاتر، اذا اهمال الكتب والدفاتر يعني اهمال الكتب والدفاتر نعتبروها انه ما خصناش نهملوهم، يعني من قواعد، ليست من قواعد ميثاق القسم. اذا غادي نعتبروها انها لا تنتمي لقواعد القسم، لان ميثاق القسم كنوضعوا فيه واحد المجموعه من القواعد اللي خصنا نمشيو عليها، يعني خصنا نمشيو عليها، يعني كتنظم العلاقات ديالنا داخل القسم، بحال احترام الاساتذه مثلا، احضار الكتب واللوازم المدرسيه، عدم تلويك الفصل، المحافظه على اجهزه،
ولكن اهمال الكتب والدفاتر خارجه عن قواعد القسم، يعني بحال خالف القواعد، اذا غنديروها لا تنتمي لقواعد ميثاق القسم. ثم عندنا العبارات، اضع علامه في المكان المناسب، من حق الاستفاده من دروس الدعم والتقويه بالمؤسسه. صحيح، من اللي كانت شي حصه ديال الدعم والتقويه من حقي انني حتى انا نستفيد منها، انا حر في التعبير دون اعتبار مشاعر الاخرين. خطا، يعني ماشي كنت عندي حريه التعبير نجرح الاخرين. من واجب احترام القانون الداخلي للمؤسسه. صحيح، ليس من واجب العنايه بمرافق المؤسسه. خطا، يعني من واجب العنايه بمرافق المؤسسه. الى هنا كتنتهي الحصه ديالنا ديال اليوم، موعدنا في حصص مقبله بحول الله.